مشاهدي شوف تيفي، اهلا بكم في موجز الاخبار. مجلس المستشارين غادي يعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة عمومية غتخصص لافتتاح دورة استثنائية، وذلك مع 11 الصباح. وذكر بلاغ المجلس ان عقد هذه الدورة كيجي تطبيق الاحكام الفصل 66 من الدستور بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد هذه الدورة ابتداء من 2 ابريل. تعرض عدد من صحفيين ونشطاء المجتمع المدني المغاربة المشاركين في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي بتونس مبارح لاعتداءات من قبل عناصر كتنتمي للجزائر والبوليزاريو، وذلك على خلفية دفاعهم عن مغربيات الصحراء. وصرحوا شهود عيان كانوا في عين المكان بأن عناصر جزائرية مدعومة بعدد من انفصالي البوليزاريو سبوا وشتموا الصحفيين ونشطاء، غير حيت هما مواطنين مغاربة دافعوا على مغربيات الصحراء بالحجة والدليل خلال نقاشات دائرة في أروقة المنتدى. علم لدى مصدر أمني أن شخص كيبلغ من العمر 54 سنة توفي داخل مقر الدائرة الأولى بالمنطقة الإقليمية للأمن في تونات على إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة لم تنفع معها الإسعافات الأولية اللي قدموها له بعين المكان كل من عناصر الأمن وأفراد الأسرة ديالو ومسعفي الوقاية المدنية. في الخبر الاقتصادي، سجلات التحويلات المالية المغاربة المقيمين في الخارج انخفاض بنسبة 2.9% منذ البداية ديال العام إلى آخر فبراير الماضي، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت التحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 8.372 مليار درهم، في حين عرفت تحويلات الأصفار ارتفاع بنسبة 2%، وهكذا كتوصل 8.14 مليار درهم مقابل 8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. الختام بالخبر الرياضي، بحيث علمت شوف تيفي أن رجاء البيضاوي قد ينسحب من البطولة العربية، ممهد في ذلك بتقديم اعتذار خلال مباراة ديالو ضد العربي الكويتي. وبحسب المدير العام لنادي رجاء محمد نصيري، فإن الفريق الكويتي رفض تأجيل المباراة إلى يوم الخميس. بهذا الخبر نهاية الموجز، إلى اللقاء.